السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح نسوي دلمية العراقية، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم الدلمية راح أحتاج لها لحم. عندي هنا تقريبا كيلوين لحم، لحم خروف. طبعا اللحم انت حسب المقدار، يعني الامكانية العائلة والكمية اللي تريدين، فتخلين تريدين نص كيلو او كيلو او كيلوين، يعني حسب امكانية كل بيت. عندي هنا الرز، احتاج شعرية، احتاج بصل وثوم، احتاج بصرة، احتاج ورق الغار دارسين، واحتاج هنا الهيل. عندي اذا عندك هيل حب متوفر او مطحون مو مشكلة، يعني اللي متوفر عندي. احتاج هنا عندي الزبيب واللوز، وهنا عندي الكاري. هسه راح اخلي شوية زيت بالقدر، خليت شوية زيت بالقدر وخليته على النار بس يسخن. راح اضيف له اللحم، اخلي له البصل، راح اقلي شوية اللحم بهذا الزيت اللي عندي، وبعدين اضيف له البصل والثوم وباقي البهارات والمي، واخليه يغلي. مثل ما تشوفين بعد ما قليت اللحم كله قربها حتى تشوفيه اكثر. بعد ما قليت اللحم كله راح اضيف له البصل والثوم، اضيف له الهيل، نوم البصرة، ورق الغار، اضيف له الدارسين او القرفة، حوالي نص ملعقة طعام من الكاري، واخلي له المي واتركه تقريبا لتر مي اضيف له، اتركه الى ان ما ينضج عندي اللحم. بعد ما خليت اللحم على النار تقريبا راح ينضج، راح ابدي احضر باقي المواد اللي اريدها. عندي هنا خليت شويه زيت بالقدر، عندي رز نقعته وغسلته، هسه راح اخلي الرز واطبخه. بعد ما ضفت الرز راح احركه شويه وازيد له ملح، ملح تقريبا يعني حسب الكميه اللي الرز اللي انت دا تسويها. بس يعني شويه يصعد المي فوق الرز مو كثير. هكذا خليت له المي، وراح انصيه واتركه الى ان ينضج عندي الرز. بعد ما وضعت الرز على النار راح اقلي اللوز اللي عندي، خليت هنا شويه زيت بالمقلاة، ايضا راح اقلي اللوز اللي عندي. عزيزتي مثل ما تشوفين بعد ما انتهيت من تحمير اللوز راح اشيله ارفعه من الزيت اللي بيه، واخلي بهذا الصحن واتركه على جنب. بعد ما انتهيت من قلي اللوز ورفعته من هذا الزيت، نفس هذا الزيت اللي عندي راح اقلي به الشعرية اللي عندي، احمرها، احاول احمر الشعرية، اظل اقلب بيها حتى لا تحترق، يعني جهة تحترق والجهة تبقى. مثل ما تشوفين بعد ما انتهيت من تحمير او تحميص الشعرية اللي عندي، طبعا ظليت احرك بيها حتى لا تحترق، راح اضيف لها قليل من المي،
في الحرارة يعني أقل شيء حرارة أخليها وأغطيها وأتركها على نار كلش هادئة هكذا أتركها على نار هادئة إلى أن ما تنضج عندي. هسه راح أشوف لكم شلون نحضر التلامية العراقية. أول شيء عندي هنا بالصحن خبز عرب، راح أضيف له مرق اللحم، مرق اللحم اللي سويته راح أضيفه فوق هذا الخبز شكل. بعدين راح اخليه على الرز. بعد ما ضفت الرز راح اضيف الشعريه اللي قليتها وبعدين خليت لها شويه مي، اضيف لها شعريه هاي الطريقه. طبعا نسيت اسجل الفقره اللي اللحم من سلقته اخر شيء بعد ما نضج خليت له ملح، فنسيت اصور اللقطه اللي وضعت الملح على اللحم. فهسه اللحم بعد ما نضج عندي راح ابدي استخرجه واخليه فوق الاكله هالشكل. بعدين اضيف لها اللوز اللي عندي، اضيف لها الزبيب. حبايبي هي هذه اكلتنا لهذا اليوم، اللامية العراقية بعد ما انتهيت من تحضيرها كلها. اتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها، والف عافية عليكم اصدقائي. أترككم أمان الله إلى أن ما نلتقي بحلقة قادمة، وشكرا جزيلا للمشاهدة.